السلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. المهم قلت بما انني شاده الطريق وعندي واحد بعض السوايع ديال الطريق، قلت علاش لا ما انني نعاود لكم قصه اللي ندوزو بها شويه الطريق، ولكن قصه اللي هي غريبه وعجيبه وصراحه كتحير. كان قدام الساحل الشمالي الغربي نتاع اسكتلندا واحد المجموعه من الجزر اللي كتسمى بجزر اليانمور، واللي معروفه باحداث وقصص اللي هما غامضين اللي كانوا وقعوا انا ذاك الوقت. تمت جزر فلانان نسبه للقديس فلانان اللي غيبني فيها الكنيسه في القرن السابع ميلادي. تما كاينين الناس اللي كيمارسوا الطقوس نتاع العباده وتيمارسوا حتى هذوك اللي ما كانوش متدينين. جزيره اليانمور والجزر السبعه الاخرين كانوا مشهورين بالزراعه وبالرعي اللي تيكونوا غير بالنهار، اما بالليل كل شيء كيدخل كيسد عليه، ما كتكون لا خدمه ولا حياه من فوق من ديك الجزيره. غادي تنتشر في جزيره اليانمور بزاف من الخرافات والاساطير والطقوس لانها مليئه بالرواحين، وهذا راجع لانه ما كانوش فيها الناس بزاف، وتيقولوا بلي انها عامره بالارواح الشريره خصوصا بالليل فين كتنوض. ففي نهايه القرن 19 قالوا بلي انه غادي تبدا تبان فيها بزاف ديال الكوارث والاكتشافات اللي كانوا غريبين، ولكن الاكثر غرابه هو حادثه اختفاء حراس المانيور اللي ما لقاو لهم حتى شي مبرر باش يفسروا هذا الامر ديال الاختفاء ديالهم. لغز اللي حير العالم كله في هذاك القرن. سنة 1990 غادي تبدا واحد المنارة كبيرة في هذه الجزيرة تشريفا للراهب فلامان اللي كان ساكن فيها هذه عشرات القرون. هذه المنارة كانت بمثابة مرشد ليلي للسفن باش انها كتضوي لهم بالليل الطريق، حيت كيكون واحد الظلام اللي هو كاحل اللي ما تيخليك تشوف حتى شي حاجة، وهذا الامر كان تيؤدي انه يوقعوا بزاف ديال الحوادث. ايضا غادي تبنى واحد السكة حديدية باش يبداو الناس يدوزوا منها البضائع للحراس نتاع ديك المنارة واللي ما غاديش يطولوا فيها اكثر من عامين. حتى غادي يوقع لهم واحد الامر غريب اللي غادي نشاركو معكم دابا. كيف العاده في 20 من كل شهر كتخرج الامدادات باش كتوصلهم كنوصلوا الحراس نتاع ديك الجزيره. نهار 20 ديسمبر 1990 خرجت هذه الامدادات واللي ما غادي توصلهم بسبب الجو اللي ما كانش مساعدهم حتى 26 في الشهر. ولكن فاش وصلت هذه السفينه هذا الطاقم كيتسناو في الحراس ولكن والو، حتى شي حد ما خرج فيهم. فبداو يديروا داك كلاكسون ديال السفينه باش يعلموهم بلي انهم راجعوا ولكن بدون جواب، حتى حد ما خرج باش انه يستقبلهم او يستقبل دوك الامدادات اللي جابوا لهم. وكان هذا الامر غريب جدا اللي خلى القائد اللي هو جيمس هارفي انه يصفط جوزيف مور اللي كان واحد من افراد هذه السفينه باش انه يتحقق من الامر يشوف شنو واقع. فهذا مور كان من المفترض عليه باش انه هو وزوج ديال الحراس واحد اخرين يبدلوا الحراسه مع ثلاثه من هاد الحراس اللي ما كاينش حسهم انذاك. فمور هو مازال ما وصلش للمناره كان تيحس بلي شي حاجه كانت تبعه، وفعلا غادي يتاكد ليه هذا الامر فاش بان ليه الباب ديال المناره كان محلول. وقال مع راسو اذا كان الباب محلول والحراس ما خرجوش باش انهم يستقبلوا السفينه يعني شي حاجه وقع. غادي يدخل يقلب ما لقى حتى شي حاجه غريبه، وهذا الامر اللي غنقول لكم دابا خلع جوزيف مور هو انه الباب ديال واحد البيت في ديك المناره اللي كان حتى هو محلول بحيله يلا شي حد خرج اللي وقعت في ديك اللحظه، ولكن جوزيف ما سمع حتى شي صوت. زي راسو وكله كان مخلوع ودخل ليها، وهنا غادي يتاكد فعلا بلي انه وقعت شي حاجه اللي هي غريبه، شي حاجه اللي ماشي طبيعيه، وبالاحرى تاكد ليه هذاك الاحساس اللي حس به. دخل بنت ليه الطبله اللي كان من فوق منها ماكله موجوده اللي كانوا اطباق اللي هما عامرين باللحم والبطاطا والمخللات اللي كتحي على انهم كانوا يلاه قايلين بسم الله في الماكله، ولكن حبسوا فجاه لانه في هاد الصحون تاع ثلاثه ديال هاد الحراس بحال شي دغامي اللي هما موجودين باش يتكالوا ولكن محطوطين. ولكن هاد اللحظه وقعت شي حاجه اللي خلاتهم يحبسوا ويخرجوا دغيا. غادي يرجع مور كيجري لعند القائد وكله مخلوع ومرعد بداكشي اللي شاف، والقائد ديك الساعه غادي يدوي للقياده ويتسنى المعلومات اللي جاتو ديك الساعه باش انهم يفتشوا الجزيره كلها حتى يلقاو هاد الحراس، او على الاقل يلقاو شي دليل ولا دلائل اللي كتبين فين هما. تخيلوا معايا 3 ايام وهما تيقلبوا ما لقاو حتى شي اثر ديال هاد الحراس، تقولوا الارض تحلات وبلعتهم. هنا القائد غادي يعطي الامر لمور ولزوج ديال الحراس واحد اخرين باش انهم يبقوا في هاد الجزيره باش يامنوا المناره ويطلقوا ضوء السفن اللي كتجي بدون ما يعرفوا شنو وقع لهاد الطاقم اللي اختفى فجاه وبدون اثر
ومسحوب بالغموض. اي حاجه وقعت وسط ديك المناره كتبين بلي شي حاجه غريبه كانت وقعت. تخيلوا الساعه اللي كانت في الحيط وكانت خدامه لسنوات توقفات، والمصابيح كلهم خاويين من الزيت، حتى من الكوتره ديالهم فاش كينعسوا باقي ما مجموعينش ولا ما كانوش مرتبين. وهذا الامر كان مرفوض نهائيا في النظام العسكري عند هاد الحراس، يعني كيفيقوا كانوا كيقدروا الكوتري ديالهم عاد يبداو النهار ديالهم. المهم كانوا بزاف ديال التفاصيل اللي ما عندهم حتى شي مبرر. ايضا غادي يلقاو شي حديدات اللي كانوا مقلعين من البلايص ديالهم، وكان واحد السور اللي هو مهدوم، كانه شي حد بالعاني داير هذا الامر باش يخربق ليهم البيست ديال التحقيق او البيست ديال البحث. هاد الحقائق والمعطيات ما كانتش كافيه او لا نافعه باش يوصلوا لذاك الشيء اللي تيقلبوا عليه، ولكن هنا غادي تخلق مزيد من الاسئله، بحال مثلا علاش خرج واحد من الحراس بدون المعطف ديالو، وعلاش خرجوا هاد الحراس اصلا دقه واحده، حيت في الاساس والقوانين ما كتسمحش باش يوقع هاد الامر، حيت كيخص كل واحد يكون على الراس ديال العمل ديالو بكل الاوقات. وهذا الامر تيقول بلي انا وقع شي حاجه اللي هي الطريقه اللي خلاتهم انهم يخرجوا كاملهم ودقه واحده. خرجوا بزاف ديال النظريات اللي كانوا خارقين للطبيعه. شنو وقع لهاد الحراس ديال المناره؟ كتب مور واحد التقرير كامل من بعد الرجوع ديالو، وهارفي غادي يفتش الجزيره كلها قنت بقنت مع الطاقم ديالو بالطبع، ولكن كاع المحاولات كي تيقولوا باءت بالفشل وكان بدون جدوى. وهذا الامر خلى الكابتن باش انه يقوم بارسال واحد البرقيه لشي شخص اكثر منه مقام وعنده مسؤوليه في البلاد. التحقيقات ما عطات حتى شي نتيجه، واخا الكتاب ديال السجل ديال المناره عطاهم واحد المجموعه جديده من التفاصيل اللي كانت مربكه، بحال مثلا انه في 12 ديسمبر قال مارشال بلي انه الرياح اللي هو واحد من دوك الحراس اللي اختفوا كانت مجهده لدرجه انه عمرها بطات بحال هذه 20 سنه من قبل. كتب لهم مارشال هو كيوصف لهم الاوضاع او لا الاجواء اللي وقعت، وبهذا الحرف تيقول لهم بلي انه كانداكت اللي هو واحد الحراس منهم هذا بزاف على عكس مارك ارثر اللي كان تيبكي في هذيك الوقت. كيقول مارشال بلي انه هذاك السلوك ماشي طبيعي بالنسبه لرجل كيتعتبر قوي وبحار وعنده خبره واسعه في هذا المجال. ايضا غادي يكتب بزاف ديال التفاصيل على العاصفه اللي تجهدات. في اليوم التالي قال بلي انه كان تيصلي برفقه زملائه الاخرين، وهذا السلوك المحير خلق بزاف ديال التساؤلات. ولكن الحدث الاكثر غرابه في هذه القصه انه كان في عدم تسجيل اي عاصفه في المنطقه خلال هذه الايام 12 و13 و14 من شهر ديسمبر نفسه، بالعكس كانت الاوضاع هادئه حتى التاريخ 17 من هذاك الشهر، وكيرجع التاريخ لاخر تقرير في الكتاب الى الموافق 15 ديسمبر، وكانت اخر جمله تكتبت فيه العاصفه انتهت البحر هادئ والله فوق الجميع. وهذه المعلومه جبدت بزاف ديال التساؤلات، وابرزها واش وقعت شي حاجه كانت خارقه للطبيعه او لا هادشي كان بسبب مخلوقات بحريه، واش وقعت فعلا شي جريمه في هذيك الليله او لا كانت شي عمليه حكوميه سريه، واش زار الحراس الثلاثه جواسيس غرباء او لا كان السبب مورا هادشي شي كائنات فضائيه. المهم في الاخير كانت الاخبار والادله من خارج المناره هي اللي وضحت اي حاجه وقعت مع هاد الحراس الثلاثه. وسمعوا معايا دابا مزيان، من فوق من منصات الهبوط الغريبه وصلت العواصف الى ارتفاع 200 قدم فوق مستوى سطح البحر. غادي يلقاو الحبال اللي كانت مخربقه وما كانش مربوطه بالصندوق الخاص بها، دي كان موصل بواحد الرافعات نتاع الامدادات. غادي يكتب روبرت مورهيد واللي هو المشرف على اداره المنارات الشماليه ردا رسميا واللي جا فيه، كيعتقد بلي انه التفسير الاقرب لهادشي اللي وقع مع هاد الرجال او الحراس انهم غادروا المناره من بعد ظهر يوم السبت الموافق ل 15 ديسمبر، واللي غادي يمشيو لواحد المنطقه قريبه للمرسى الغربي باش يامنوا الصندوق بالحبال تاع المرسى، وغير ذلك من الاجراءات اللي داروها من بعد العاصفه. ولكن بشكل صادم ومفاجئ غادي تضرب واحد الموجه كبيره الجزيره اللي ادت الى ارتفاع المياه اعلى ما كانت عليه من قبل، وطاحت عليهم وجرتهم بقوه كبيره اللي ما قدروش انهم يقاوموها. وعلى الرغم من انه هذا التحليل كيبان نوعا ما منطقي الا انه خلى المعنيين يحيروا في هذا الامر، حيت عدم وجود الجثث والظروف الجويه اللي من المفترض انها كانت هادئه في الفتره المذكوره والخبره والمهارات الكبيره للحراس ما تخذتش بعين الاعتبار. في السنوات اللي جاو من بعد هذا الحدث غادي يقولوا حراس وحده اخرين باللي انهم سمعوا شي اصوات من السماء كتعيط باسماء الحراس الثلاثه اللي كانوا مفقودين. وهذه هي النهايه ديال هذه القصه. فكتب المؤلف بوب كوران واحد الكتاب ميثولوجيا ثلاثيه غامضه في التراث الشعبي الامريكي، وبالنسبه للسكان المحليين ما كان حتى شي شك باللي انه الحراس الثلاثه رفع الى العالم الفوقي. وهذه هي الحكايه، حتى تخليوها تحت في التعليق كيفاش جاتكم، واش نتوما كتامنوا بعض النظريات اللي عطاوها الناس ولا لا، ولا صراحه بغيت الاراء ديالكم نعرفها. فما تمشيو فين وبقاو معايا تشوفوا كيفين غادي ندوزوا النهار.
A few moments later. انتوا عمركم شفتوا لا طوغا فين اللي تحت؟ اي التفاصيل ديالها ام التفاصيل كلها. رايك لا طوغا فين؟